السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج ابتدت جدا اسمه فري فاير سيفيلايزيشن. البرنامج ده مجاني اوبن سورس، بيقوم بيحدده فولدرين، وهو بيبدأ لو حصل تحديث للفولدر دوت يحدث الفولدر التاني. ممكن يكون عنده مثلا ايه شغل على الهارد، وكل شوية باخد نسخة احتياطي على سيرفر او على هارد خارجي، فهو بيعمل الفولدرين موجودين، وبدل ما تقعد تدور انت انهي ملف اللي حصلت فيه تحديث بيروح يعمل الاتنين مع بعض. وينفع تخليك لوت، يعني ممكن مثلا تعالى نختار مثلا الفولدر دوت، تمام اهو، هياخد كل المعلومات يحطها هنا، وهنا الفولدر دوت نحدد فولدر مثلا معين، هو اوتوماتيك بقى ياخد كل المفاتيح اللي هنا ويحطها هنا. نيو فولدر، ممكن يكون مثلا هنا جوجل درايف مثلا او دروب بوكس او اي حاجه اونلاين، بحيث ان اول ما تحصل تحديث هنا يحصل هنا. ممكن تعملها ب اف تي بي مثلا، سيرفر عندك على الجهاز، اول ما تحصل تعديل يتم التعديل دوت، بحيث يبقى عندك زي نسخه احتياطيه، ويقدر يعمل كومبير، يقدر يعمل مقارنه، ويقول لك يعني التعديلات موجوده فين. تمام، يعني ده مثلا احدث، يديك مقارنه في فولدرين مختلفين، تعمل ابديت لان واحد فيهم. ولازم ان هو في اختيارات حلوه قوي، بيعمل سنكرونايزيشن ويقول لي بقى ايه ان في ملفات موجوده هنا ممكن ننقلها هنا، فبقول له ابدا انقل، فهو بيبدا بقى ايه يعني. تمام، ممكن لو جيت في الخصائص بلاقي خصائص ممتازه جدا، الفايل تايم اند سايز، الفايل كونتنت، الفايل سايز، الفلتر. ممكن تقول مثلا في فلترات مثلا معينه مش عايزها. هنا اهم حاجه بقى بالنسبه لي بقول له تو واي، يعني اللي اتاكد ان بيحصل تعديل في الاثنين، يعني لو حصل تعديل هنا تنقله هنا، ولو حصل تعديل هنا ينقله هنا، عايز الاثنين زي بعض يبقى في تحديث ليهم ابديتد. ممكن تقول له لا انا عايز لو ده حصل فيه تعديل يتعدل هنا، فتبدا تحدد اتجاه النقل. دي من ضمن الخصائص الكويسه جدا، وبتحدد لو حصل ديليت يعمل ديليت برضو ولا احتفظ بنسخه تانية عنده.